أول شيء يجب أن نتحدث بشكل موضوعي. إقدام الكيان الصهيوني لتقديم شكواه إلى مجلس الأمن هو يدخل في إطار الحسابات التي يمكن من خلالها أن تضع شكوى مقابل شكوى أخرى، لأن العراق عندما قام الكيان الصهيوني بعملية استهداف إيران خرق سيادة العراق، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية إلى تقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة. تتحدث هذه الشكوى على خروقات للسيادة العراقية، استناد النص 1 و2 و3 والمادة 18 من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتأكيد هذا الأمر يعني أن هنالك إجراء، أن هنالك طرف قام بخرق سيادة الدولة، وهذا الأمر يعني أن يتعامل الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش مع هذه المذكرة استناد النص المادة 99 من الميثاق ويحيلها لمجلس الأمن. وبالتأكيد مجلس الأمن يعني كل ما يثير من قضايا تهدد الأمن والسلم الدوليين، خصوصا فيما يتعلق بأحداث غزة الأخيرة وجنوب لبنان وتوسع الصراع الذي يسعى إليه الكيان الصهيوني لكي تكون هنالك حرب شاملة ودخول الولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو اليوم لا يريد أن يحقق شيء واحد فقط هو في إطار تحقيق انتصاره كما يزعم، وإنما يريد أن يتحدث عن شرق أوسط جديد بخيارات ورؤى صهيو أمريكية، وهذه هي الشيء الأساسي والمهم جدا عندما أشار إلى خريطتين في مبنى الجمعية العامة المتحدة في سبتمبر من هذا العام، عندما قال أن هنالك دول نقمة لدول شر هي إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن، وهنالك دول نعمة التي هي دول مطبعة. وهو الذي قال إنه لا يضع نهاية للحرب إنما لتحقيق الأهداف والغايات التي وضعها. لكن فيما يتعلق بشكوى إسرائيل دكتور خالد، فيما لو ثبتت ادعاءات إسرائيل بحق العراق وانطلاق هجمات من العراق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ما القرار الذي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن الدولي بحق العراق؟ مثل ما قلت، شكوى الكيان الصهيوني مقابلها شكوى العراق، فقد يكون هنالك يعني نوع من المقابلة بالمثل فيما يتعلق بهذا الجانب، لا سيما اليوم عندما اجتمع المجلس الوزاري للأمن الوطني في السادس من هذا الشهر، تحدث رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الجهوزية الأساسية من أجل صد أي اعتداء، وأيضا تكثيف الانتشار على الحدود، وأيضا الحديث عن مفاتحة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية خصوصا الجامعة العربية. وأيضا تقريركم قبل قليل تحدث عن اجتماع طارئ على مستوى المندوبين يوم الأحد غدا. كل المعطيات اللي نتحدث عنها بأن العراق يسعى إلى عدم الدخول في صراع مباشر أو إعطاء فرصة أو ذراع للكيان الصهيوني لعملية الاستهداف، لأن هنا نتحدث عن الأمن والاستقرار للعراق من ناحية ومشاريع طريق التنمية، والكيان الصهيوني أيضا لديه أيضا مشاريعه في المنطقة. المعادلة التي يمكن من خلالها يصل إليه العراق هو في عملية إعلام المجتمع الدولي، وأيضا الضغط الكبير الذي قد يمارس على مستوى الجمعية العامة وعلى مجلس الأمن. مجلس الأمن أنا أتوقع أن نتحدث عن الفيتو الأمريكي اليوم، حتى في بيان وزارة الخارجية أشارت الخارجية بأنها قدمت أكثر من شكوى في آب وفي شهر آب على سبيل المثال، وفي شهر أكتوبر تم الحديث عن تقديم شكوى إضافة إلى الشكوى التي رفعت بفعل خرق السيادة العراقية. لكن هنا نتحدث بأن على المجتمع الدولي أن يقف ويدعم العراق مثلما نتحدث بعد 2003، وكل القرارات الأممية التي أصدرها في مساعدة العراق لمحاربة تنظيم داعش هي موجودة في حفظ أمن واستقرار وسلامة وسيادة الأراضي العراقية، وهذه النقطة الأساسية المهمة جدا الذي يؤكد عليها العراق في إطار هذا الجانب وإنهاء هذه الحرب والعدوان، والحديث أيضا عن منع المجازر اليومية خصوصا بعد صدور قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وضد وزير دفاعه غالانت.